الآن بعد ما تم خصم نتائج كوريا الشمالية تم خصم كل نقاط المجموعات الأخرى في المركز الأخير، فكيف صارت الآن المجموعات بعد خصم نتائج المركز الأخير؟ يعني الآن المجموعة الأولى بعد شطب نتائج المركز الأخير، من المركز الأخير في هذه المجموعة؟ غوام. الآن حتى هذه المرحلة اللي هي قبل الأخيرة سوريا في الصدارة برصيد كم؟ 15 نقطة. سوريا كم كانوا قبل؟ 21 نقطة. لما خصموا نقاطهم أصبحوا 15 نقطة، وما زالت سوريا في الصدارة رسميا، بل وتأهلت رسميا إلى الأدوار النهائية لكأس العالم 2022 وإلى كأس أمم آسيا في الصين. الصين تأهلت ولا لا؟ الصين إلى هذه اللحظة تعتبر من أفضل الثواني، بل أنها تحتل المركز الثاني حتى هذه اللحظة. نروح إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بعد خصم النتائج من الصين تايبي أو شط نتائج الصين تايبي، المنتخب الاسترالي أصبح رصيده الآن استراليا 15 نقطة. كان 21. كان 21 بعد الخصم. بعد الخصم. بعد الخصم. ها؟ بعد الخصم. بعد الخصم. إيه 15 نقطة ها؟ نعم. والأردن 8 نقاط، الكويت 8 نقاط. أنا بصير منافس الحين بعد شوي بنقول لكم من الأقرب إلى التأهل، الأردن أو الكويت. المجموعة الثالثة العراق أصبح عندها 11 نقطة بعد خصم نتائج كمبوديا، وإيران أصبح عندهم 9 نقاط. إذا المنافسة الآن في هذه المجموعة بعد حسم النقاط من العراق ومن إيران في نتائجهم مع منتخب كمبوديا، العراق 11 وإيران 9، هناك مباراة فاصلة بين المنتخبين نعرف من خلالها من هو صاحب المركز الأول في المجموعة. ولكن هل العراق تأهلت رسميا يا وميض؟ تقريبا نعم. لا تقريبا لا، نعم أكيد نعم نعم, نعم. إذا المبروكين تأهل. الله يبارك فيك، احنا نسينا نهنيهم يعني على فوز اليوم خالد. أنا بدأ يعطيك يا باص عشان تهني ترى. إيه بالضبط. طبعا احنا نهنيهم اليوم على الفوز حقيقة، وهنيهم على أنه بقوا في الصدارة، وهذا يعني اللي مطلوب، الجمهور المطلوب من المجلس يعني احنا ندعم المنتخب العراقي، ودائما انت خالد سباق يعني بهذه الامور، فمبروك ويستاهلون الصداره، وان شاء الله المباراه الجايه التعادل، يعني نحن نلعب على احتمال يعني التعادل او الفوز ان شاء الله. صح تستاهلون. شكرا. تستاهلون. المجموعه الرابعه السعوديه تاهلت عن مجموعتها برصيد 13 نقطة. السعودية مش بس تأهلت، السعودية ضمنت المركز الأول رسميا، يعني حتى لو أوزبكستان تفوز مباراتها القادمة على السعودية راح تظل بعد في المركز الثاني. إيش اللي فاد السعودية الآن؟ تعادل. اللي فادها بعد ما تم خصم نقاط اليمن، أوزبكستان فايزة مبارتين على اليمن، عندها 6 نقاط كانت، فخصموا من أوزبكستان 6 نقاط، كانت كان رصيدهم 15 نقطة، رجعوا الآن إلى 9 نقاط. السعودية فايزين مباراة على اليمن ومتعادلين مباراة على اليمن، صحيح. فبالتالي اليوم خصموا منهم فقط 4 نقاط، وهذا الشيء صار من صالح السعودية أن هي تضمن النقاط. لكن في شغلة، أنا كلامي معاكم حتى هذه اللحظة على اعتبار أن اليمن في المركز الأخير، لكن اليمن عندهم مباراة متأخرة، مباراتهم الجاية راح تكون مع منتخب فلسطين. فانتبهوا في شغلة، إذا اليمن إذا فاز فلسطين، لا إذا أوزبكستان فاز على السعودية خلاص. أي نفس الحسبة بتكون السعودية متأهلة. أيوة السعودية الحالتين من تأهلة كيف ظل؟ السعودية تأهلة بس الأول السعودية. إيه السعودية ضمنت الأول. بس هلا فلسطين إذا فازت وخسرت أوزبكستان ممكن تدخل فلسطين، لأنه 9 و7. الآن السعودية 13 نقطة، أوزبكستان 9، بينهم 4 نقاط. بعد خصمنا لليمن لك، على اعتبار أن اليمن هو المركز الأخير. نعم. لكن إلى الآن إحنا ما ندري من هو الأخير، هو اليمن هو سنغافورة. إيه لحد الحين ينطرون مباراة فلسطين واليمن. أيوه. اليمن لازم فلسطين يفوز على اليمن عشان يخدم المنتخب السعودي. أيوه. صح. بالضبط، يساعد المنتخب السعودي أن يتم في الأول. أيوه. نعم. طيب المجموعة الخامسة بعد شط نتائج المركز الأخير، منتخبنا الوطني أصبح رصيده 16 نقطة،
المنتخب العماني الآن أصبح رصيد 12 نقطة. طبعا المنتخب العماني ضمن التأهل إلا بشرط واحد، أن يتعادل في المباراة الأخيرة، يحتاج نقطة ليضمن رسميا التأهل. عمان ليش قال في حسب منه؟ ها؟ في حد جاب 12 نقطة في الثواني؟ عمان بيتمون 12 يا شباب من لحد الآن. هو أفضل أفضل ثاني لحد الآن، هو من أفضل الثواني، أفضل الثواني. ها؟ خلاص ضمن هو الفرق 10 و9. ترى عمان بيتم نقاطهم عند 12 حتى لو فازوا على بنغلاديش. لا. طيب في الحالة هذه شلون؟ بلا تأهل، تبقى تأهل مزبوط. عمان تأهل رسمي، ها؟ تأهل رسمي مزبوط، محتفلين. عمان تأهل رسمي. لا مساكين العمانيين متأهلين وقاعد يقولون احنا قال لك 99%. لا لا عمان تأهل رسمي. ها؟ كابتن خليل قال 99%. قال لك 99%. لا لا مش 99، خلاص تأهل رسمي. خلاص تأهل رسمي كابتن 12 نقطة. صح؟ عمان تأهل رسميا والله صح. نتائج خدمتهم. ألف ألف مبروك للمنتخب العماني، نتأهل رسميا إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 وإلى كأس أمم آسيا. شكرا يا أستاذ أيمن، معلوماتك دائما دقيقة. المجموعة السادسة اليابان 21 نقطة كانوا، الآن 15 نقطة تأهلوا رسميا، وطاجكستان تأهلوا معاهم المفروض ولا لا؟ طاجكستان من ضمن الدول اللي تنافس على التأهل، ولكن إلى الآن لم تتأهل بشكل رسمي، صح؟ قريبة قريبة قريبة. ها؟ قريبة قريبة. أي نعم قريبة. الآن إلى المجموعة السابعة. المجموعة السابعة الإمارات 11 نقطة، الفيتنام والإمارات 9 نقاط. الآن الوضع كما هو عليه، الإمارات قريبة من التأهل إلى الأدوار النهائية لتصفيات كأس العالم، صح؟ في حال فازت على فيتنام صح يوم ثلاث، ونقول نقدر نقول لسه ما تأهلت حتى لكأس أمم آسيا. ها؟ تأهلوا بشكل رسمي تقريبا الإمارات كأس آسيا؟ تأهلوا تأهلوا 9. أي تسعة لا كابتن، في أوزبكستان 9، إيران 9. ها؟ لسه ما تأهلوا، لسه بنتكلم عنها بعد شوي بالتعادل. طيب أيوه. كوريا الجنوبية بعد خصم نقاطهم أصبح عندها 13 نقطة، لبنان يا مايد الخليفي بعد خصم النقاط صار عندها 10 نقاط. تدري لبنان كم كان عندهم قبل الخصم؟ 10 نقاط. تموا على 10. تموا على 10. ها؟ بويوا على 10 لأنه أخذوا نقطة واحدة بس. أي ماخذين نقطة واحدة من الشمالية. هذا اللي ساعدهم.